السلام عليكم، مساء الخير. اليوم جايب كتاب جديد إن شاء الله باللغة العربية ويفيد المهتمين بالكهرباء عموما. هذا الكتاب اللي هو كشف أسرار الكهرباء، وهو كتاب جدا جميل ومبسط، وهو كتاب مترجم. هذا الكتاب من إصدار الأجنبي اللي هو ماك جرو هيل، دار النشر المشهورة العالمية، وعربيا هو من دار العربية للعلوم للنشر. هذا الكتاب مترجم إلى العربية من الكتاب. هذا كتاب غير رسمي لتعلم الهندسة الكهربائية أو الكهرباء، وهو يكشف أهم أسرارها كما يدعي، وهو من تأليف المؤلف ستان جيبليكسو. والكتاب يتطرق إلى كونه دليل للتعلم الذاتي. هذا الكتاب يفيد طلاب المتوسطة والثانوي وطلاب الجامعة اللي حابين يقرؤوا خارج المناهج الرسمية. فتعودنا كثير ان نتعلم من كتب أجنبية، لكن هذا الكتاب هو أصلا أجنبي لكنه باللغة العربية المبسطة جدا. أيضا اللي حاب يدخل عالم الكهرباء من غير المتخصصين يقدر يبدأ بهذا الكتاب، لأنه كتاب سهل وبسيط. وبعدين الكتاب من الخلف يقول لك عزز معرفتك الكهربائية، ومعطينا نبذة عنه، فقال لك راح تتعرف على إيش اللي يعطي الكهرباء قوتها، حل بعض المشاكل، ويقصد بالمشاكل التمارين والمسائل. أيضا إيش العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية. أيضا راح يتكلم عن المغناطيسية بشكل جيد والمصادر البديلة للكهرباء. وهذا هو اللي يقول الكتاب، أنه أصبح بمقدور أي شخص مهتم بالكهرباء أن يبرع بها بدون أي مشاكل عبر هذا الكتاب. وهذا ادعاء، نشوف مدى صدق الكاتب، ولكن هو غالبا يعني كنوع من البروباغاندا الدعائية، ولكن كتاب راح نشوف. طبعا مميز في الكتاب أنه يختم الكتاب بسبعين سؤال اختبار ذاتي أو اختبار نهائي في آخر الكتاب، راح نشوفه بعد شوية. فلو بدأنا من الفهرس هتلاقي إنه الكتاب بدأ بالجزء الأول الدي سي أو التيار المستمر، والجزء الثاني اللي هو الاي سي، والجزء الثالث اللي هي المغناطيسية، وأخيرا اللي هو الاختبار. في الجزء الأول الدي سي أو التيار المستمر يتكلم عن الجهد والتيار المقاومة وقانون أوم وقوانين كيرشوف وطرق تحليل البسيطة، وأعطينا أيضا الطاقة والاستطاعة. نهاية كل فصل في اختبار تختبر نفسك فيه. تردد أو الـ AC أو المتناوب، هو يتكلم عن الفيز والمحولات اللي هو الطور يسمى والترانسفورمر. بعدين تكلم عن قانون أوم في دوار الـ AC. بعدين دخل في البرق وربطه كأنه ظاهرة كهربائية، الريكتيفاير أو المقوم، الفلاتر أو المرشحات، أجهزة الحماية والكيابل والأسلاك وغيرها. في باب المغناطيسية أتكلم عن الحقل المغناطيسي، المجال المغناطيسي، المغناطيسية الأرضية والكهروطيسية. والكهروطيسية ويقصد فيها الكهرومغناطيسية، فهذه أحيانا يحصل لبس في الترجمة عند البعض. بعدين أعطانا فكرة عن المولد الكهربائي، طبعا ربطه بالمغناطيسية وكيف نحصل على أو نكون مولد كهربائي. آخر شيء لو تصفحنا الجزء الأول مثلا، هو بدأ ببعض المخططات البسيطة، إضافات، والكلام كله وصفي. شارح مثلا دائرة كهربائية فيها مصباح وإضاءة متغيرة، بعدين التوصيل على التوازي، بس قبل ما يدخل فيها عملها على المصابيح. الجميل أنه يعطيك تمارين في أثناء الشرح، يقول لك ماذا يحدث إذا احترق أحد المصابيح، ويعطيك أيضا الإجابات، ففي أسئلة وإجابات مستمرة. في اختبار أو كويز، لاحظ الرسومات جدا واضحة وجميلة. ثم الفصل الثاني في الباب الأول عن الشحنة والجهد والمقاومة، وبعدين هيدخل لنا في الشحنات وكولوم. طبعا ما راح نستعرض كل الكتاب، ومثلا هنا الفصل هذا أعطينا الكهرباء في المنزل، الكهرباء المنازل.
فشرح لك بالرسومات البيانية هذه الـ RMS. لاحظ عندك مسائل أيضا مستمرة، منحنيات موضح، وفي هذا الجزء متكلم عن قانون أوم وحاط عليه مسائل وتمارين طبعا بالأرقام راح تحلها، حسابات القدرة أو الاستطاعة. بعدين دخلنا في بعض جزئيات الإلكترونيات زي الريكتيفاير أو المقوم، دائرة تقويم نصف موجة والموجة الكاملة، شروحات كلها بالعربي مع الأسلاك والكيابل وكيف معرفة المقاومة النوعية والموصلية وجداول الأسلاك. وهذا من باب المغناطيسية، ولاحظ الرسومات توضيحية جدا مميزة وكله بالعربي. أبواب كل باب له اختبار، ولكن في أيضا نهاية الكتاب في اختبار نهائي، طبعا ميزته أنه الاختبار النهائي أيضا محلولة أسئلة. آخر الكتاب في حلول المسائل، وفي ملحق بالرسومات ورموزها ومسمياتها، كل رمز مستخدم له اسمه. مراجعة سريعة للكتاب، إذا كان الكتاب يعطى درجة وإن كنت أنا شخص لست يعني مؤهل لأنه أقيم الكتب، ولكن الكتاب ممتاز وإن حق لي تقييمه فأنا ممكن أعطيه 7 من 10. عيبه أنه بعض المصطلحات ترجمتها شوية بالعربي مختلفة. الكتاب هذا مفيد للجميع سواء متخصص أو غير متخصص. هذا الكتاب أنا شريته من مكتبة العبيكان ب38 ريال. إذا كان موجود في المكتبات الأخرى أو زاد السعر لا أعرف، لكن هذا هو السعر اللي أنا شريته فيه، له أكثر من 3 سنوات عندي. هذه الدار العربية للعلوم جميع كتبهم متوفرة على شبكة الإنترنت على موقع النيل والفرات، فممكن تطلبوه عن طريق هذا الموقع. أما النسخة الإنجليزية فهي متوفرة في مكتبة جرير، أنا شفته في مكتبة جرير، نفس الغلاف بس اللهم إنه كله بالإنجليزي. جاء لي كتاب جديد لأنه كثير من الشباب اللي متابعين قالوا جيب لنا كتب عربية، فهذا كتاب عربي جيد.